باش نحكيو على رقم الحقيقة مفزع قدمته عمادة المحامين فيما يخص هجرة عمادة المهندسين فيما يخص هجرة المهندسين. عمادة المهندسين تقول لك عندنا 90,000 مهندس في تونس يهاجروا منهم سنويا 6500 شنوارة. هي الإحصائيات معناتها صحيحة ولابروفيني عين عندي بنتي إن شاء الله مهندسة قرات في الإنساد أون بيولوجي إندستريال وتوا تعمل في التربص نتاعها وتحبوا يمشوا لبرا ليترونجي. علاش تهاجر حتى هي؟ حتى هي علاش؟ خاطر هما اني نعذرهم اني اخصائية تغذية قارية متريزات ونقري توا في لي فاكولتي لا ماتيير دو لا نوتريسيون. الحقيقة الظروف احنا قبل والدينا ربونا على تقول انت على راحة البال في عقلنا نقعدوا في بلادنا ناكلوا ماكلة أماتنا نتشبعوا بحب العائلة. توا ثم وليت تفرقة في العائلة هي بذاتها، فما بالك في المستقبل؟ المستقبل نتاعهم ما عادوش معناتها فرحانين باللي موجود. واني بيدي نشجعهم، تعرفش علاش؟ اني يعني نحب تونس كيما قلت لك، اني بيرسونيلمون توا أما خير نشوف ولدي تبارك الله دخل في بلاد مأطرته في كل شيء. ولا نشوفه راقد في كوبيرته ايزولي يدبرم. جي انا انجينيور مون فرير خويا مهندس في الكيمياء زادا في البريود نتاع بن علي وستي انيليت بارمي لي برومي. خذيت درس من عند امي قالت له ما تخرجش انت ولدي الصغير احنا تبارك الله ما تخرج. خويا تو ديبريمي نخسر عليه في الفليس الى سون ديبلوم اون انجينيور اون كيمي اون شيمي اناليتيك. فهمتي؟ مطيش ومعناتها ليه بيه نخسر عليه في الدويات ونداوي فيه عمل معناتها ديبريسيف. دونك الشباب نتاعنا علاش اني نقول نحبوا بلادنا وبلادنا باهيه وكل شيء فيها بالكدا. اللي شادين لي بوست سامحني مع كامل اني نحترم الناس الكل مش قاعدين يشجعوا فيهم. اني بيرسونيلمون كيما قلت لك كي خرجت وجيت قبل نعمل في لي ستاج عملت ستاج في وزاره السياحه وحدي جيتي كوراجيوز ومشيت قبلت الوزير نتاع السياحه على ليبوك وقدمت روحي عطاوني ان شوفور وعطاوني ان فواتور جو مي ديبلاس دون لي زوتيل وجو في لا ماتيير دو لا نوتريسيون ونشوفها خذيتها حتى ايكونوميكمون كيفاش معناتها لا نوتريسيون لاليمونتاسيون نتاعنا ياكلوا فيها لي زيترونجي فرد بيريود نتاع الصيف واحنا مش يجينا نهار. هذاك هو الاكتفاء الغاتي وعملت عليه معناتها ان ترافاي. اني كي نمشي وشجاعه نعمل كيكه شباب توا ما ينجمش يطيح قدره مع مسؤول. ثم مسؤولين ما يقدروش يجيه وليد جون وفرحان فوض باش يقدروا يبدا هو يسكر في وجهه الباب وما يقبلوش بالكدا ويعانيه بتهاون. وهو هيك اللي ليه بالبوست النيفو نتاعو دوزيام اني سكوندير. مالوغوزمون احنا نحبوا الكفاءات نحبوا ولادنا نحبوا صغيراتنا ينجحونا وتونس باهيه. اني وحده من الناس كما نقول لكم جابيت سوس بحر بحذايا كل شيء بحذايا ونجي نقري لنا نحب بلادي سوس ادو با سافرت ومشيت. وانت ماشي في بالك هم مسكنات فرحانين برا ماهوش فرحانين يخدموا برشا ويستغلوا فيهم. مي يقول لك اني كي نمشي نعدي في سبيطار نلقى الظروف الملامة كي نمشي باش نخرج في ورقة كل شيء سير انترنت جو مدى كي معناتها تلقى حتى باش تعمل ديسكسيون تلقى انسان يفهمك. هنا مالوغوزمون الناس ما نعرفش راقدة. هالمسؤولين راقدين علاش راقدين وتخليو في وليداتنا تهاجر شير ما روحوا في البحر ما عندهمش اوراق وما عندهمش دبلومات مالوغوزمون. واللي عندهم اوراق ودبلومات وبياتهم معناتها ينجموا قاعدين ياطروا في صغيراتهم يمشيوا لبرا مالوغوزمون. واني كيما قلت لك جو سوي بور باش صغيراتنا يمشيوا يلقاو خير لي ما يرقد لي ويدبرمني. واعطيتك اني الامثال. دونك احنا ماذا بينا هلي باش تسالوني اني ولا غيري تمشيوا لك المسؤولين اللي قاعدين في الادارات يا ولادي خليهم خليهم الصغيرات خليهم ولادنا راهم تبارك الله نوابغ. ومش الكلنا بدينا معناتها بالكدا الكلنا نتعلموا وتجينا الفكره لكن افيك ان تيران فافورابل. يلزم الارضيه تكون سامحه لك المهندس باش المهندس ينجم يعطي المعلومات الكافيه وينجم معناتها يعاون بلاده. مالوغوزمون اليوم فما تهميش للادمغه نتاعنا ما فماش عدم الاعتراف بالكفاءات نتاعهم في بلادنا. بيان سور كيما قلت لك مالوغوزمون اني نمشي لاي مؤسسه ندخل بون الحمد لله يحترموني ونقضي شوري. هم نشوف كيفاش التخلف شبيك راهو تلقى عون يخدم يسكر الشباك على هيكم ندر شنو كيفاش شنو هذا تلقى مهندس حاطينه ندر فاش يخدم في الارشيف يهبطوا فيهم في الارشيف. ها فهمت ولا علاش؟
يقول لي علاش؟ يقول لي عندنا الشمس خلي يخرجونا منها هالاحتباس نتاع الامطار اللي قاعده مش تصب واحنا حالتنا حلينا نعرقوا خلي صغارنا تحت. يعني يلزم نشاركوهم باش هما يوفروا لنا ايضا الحلول. بيان سور نشاركوهم ونعطيهم قيمه، القيمه للشخصيه نتاعو فهمتني، ونعطيه قيمه لك الدبلوم نتاعو، واحنا اون باراليل معناتها ناثروهم. راهو ما ثماش حتى صغير يا اخي، كيفاش بدات الناس الاخرى؟ الناس الكل بدات معناتها دو زيرو. احنا يلزمنا الوقت نتاعنا هذا اذا كان ما نعملوش حد، حتى الطب اللي ميديسان مي كوليغ هنا صحابي توا كنت نكونكتي معاهم في البرا في فرنسا وفي المانيا، تقولش عني في تونس هنا نحكي ونسال وثم حاجات والكل، مالوغوزمون يجينا نهار باش نمشيو للسبيتار ما نلقاوش شكون. علاش وليداتنا علاش؟ وراهم يتخرجوا فريمون صدقني لي دوفوار اللي ياخذوا فيهم، اني نحضر وجاي معناتها شفت لي زيكزاما ونتبع فيهم والكل، راهو هكا راهو ما تنساش التعليم من بالكدا. فهمت توا يعني كيما حكيت لك على الفاكولتي نتاع الانصات الكلهم البيلوت هما ديجا ما يتعداو ماك الفتره نتاع البيلوت اللي مسكنات ما يتعب ويكمل في هذيك، دونك سي لو مومون صحيح. اني نحكي على لي كونديسيون، نحكي على اني كي تحط لي كلكان دون ان بوست يلزم الكلكان كي يجيه واحد وليد صغير سكرش عليه الباب. يا خويا انت تبارك الله ربي ينوب عليك ويزيدك، عندك اللي بنويت نتاع ليسونس، عندك الكهرباء، هو جايك ندرى منين؟ جاي باش يشوف باش يدخل باش يخدم بلاده. يخوفوهم ولا يخوفوهم افيكتيفمون. والصغيرات معناتها بون صغيرات نتاع لاج 23 24 25 ما عادوش يواجهوا. انا واحده من الناس نواجه، انا كي نلقى شكون سيغ لا غوت يعمل في حاجات حتى في بلادنا نقول له لا ما يجيش، نلقى امراه مثلا شاده وليدها هكا ولا نلقى راجل يتكيف على وليده صغير، معناتها ديما نوعي فهمتني. هما ما عادوش يحبوا، يقول لك يا خويا انا اللي نكسر بيه في راسي الواش هذا. انا جو شيرش اون سوليسيون بلاد تعطيني قيمه، مالوروزمون يستغلوهم والكل برا. شوف انت الكل توانسه تبارك الله، الكل توانسه، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نفيقوا، وان شاء الله يا ربي المسؤولين يفيقوا. يعني راهو ما قعد حد، راهو اللي يجي نموت هيك ترى فيها الناس الكل ماشيه. اما اذا كان اني ما نعملش اليوم ونحط وليد نابغه وتلقاه بالكدا في بقعتي ونأثروا، اني نتهنى على تونس، نفرح على تونس، اني مش نستفيدوا منهم مش نستفيدوا من الغرب ويستفيدوا منه ويستغلوهم ويبداوا مروحين لتونس. واحنا نتوحشوهم، احنا نحبوا صغيراتنا، راهو الوحش نتاع الام والوحش نتاع الاخوه عنده قيمه. هذيك صغير تلقاه مرمي لبرا ويخدم ويكلت والكل، يلقى لي كونديسيون. ما كيما قلت لك مالوريزمون ربي مواطنين ايضا يقول لك لا وما حقهمش والدوله صرفت عليهم، وهذا نكره للجميل. نتصور انه الدوله صرفت عليهم من واجبها انها تصرف عليهم من واجبنا احنا. قلت لك راهي بلادنا، اني نشكر بلادي على القرايه اللي قرتها لي، واجبها وقريت كل شيء بلاش الحمد لله. مشيت في سكنت في الفويه نتاع وسيله بورقيبه في البلفيدير، على ليبوك كانت ب 35 دينار 35 دينار نشريو بهم، والتيكي نتاع 200 فرانك كي نمشيو ناكلوا بها نلقى روبا كونسيستون ايكيليبري. توا ما عادوش يقراوا، لا يسكنوا في فويه، احنا ندفعوا معناتها بتكري لهم قداش، والماكله ما تاكلوش في لي ريستوران، الناس كلها تطيب ويجيبوا الصغيرات مهز وتعب هذيك بوغ لا فامي. فهمت؟ انت عطيتنا ليكزومبل نتاعك، انت قلت انا في وقت ما مشيت وقابلت الوزيره والوزيره تفاعلت معك الوزيره تفاعلت معك جي لوداس وجو باغل مالغري. تعرف وقت قالوا لي عاد ضحكت السوجي هذا عطاوه في المعهد الاعلى للتغذيه وقتها زهير قليل الله يرحمه، حتى حد ما حاب ياخذه لقاوه صعيب. جيت انا قلت له اعطيهولي صعيب خليني ناخذه، خذيت السيجي وعرفت روحي ماشيه لوزاره الصحه لوزاره السياحه مالغري نلبس لي تجين في الوقت نتاعي وديبوكل هكا والشعر كذا. نمشيت خيطت كوستيم ان غري نتذكره كيما تو كروازي بانطالون ومشيت له قبلته. كان التفاعل ايجابي وقابل يرحم والدي. اليوم شنو الفرق بين قبل وتوا؟ لانه هذه كما كل ديجا انت اشرت للنقطه هذه وهي نقطه مهمه، قلت اليوم يسكروا في ابوابهم الوجوه اليوم ما يقبلوهمش اليوم يحكيوا معاهم بتعالي ما فماش تواضع ما فماش شنو اللي تبدل؟ مش الكل يعني باش ما نبداش مش الكل فما، لكن المؤسسات نتاعنا راهي قاعده تدهور بطبيعه مش فاهمين الوحده نتاعها. يا ولدي ما عادش يا ولدي رانا اوني بور الناس الكل، وكيما قلت لك الدنيا ما دايما الحد ما قاعد حتى حد فك البوست هذيك. شاركوا وليداتنا
واللي يجيوكم في ستاج هما من الاول يمشيو في ستاج. يعني بنتي مشيت لستاج لهنا وكنا نحكي لك مش لازم نجبد لي شركات لا سوفير مرضت لي بنتي يعطوا فيها كلها تغسل الماعون هي مهندسة في الانصات سنكيماني قلها اغسل الماعون عندهم فوبيا من الكفاءات اي امشي اغسل الماعون ما تتحفظ حتى شيء وراني كلمتهم وكلمت قلت له مش معقول قال يلزمهم يبداو كيكا يا ولدي نبداو كيكا ما قلناش اما هما كما دام جاك من الاول اونتر طون يلزمك تاثروا وتدخلوا حويجه مش سامحني ماهوش باش يبدا يغسل الماعون ما علاقته شنو تصب وتصب في الساشيات نتاع البودر لي برودوي شيميك تخنق وصار فيها مسار احنا قلنا راه مهندس نتاع بناء يلزم يعرف يشد الباله ويعرف كيفاش باش ينجم فيغ لو كونترول قلناش ليه لكن مش من الاول تتسكر هو جيك فرحان ومازال ايتيديون ويحب على الوحده نتاعو دخلوا في دومين اونتر تون قول له عندك نهار في الجمعه تعمل فيهم لي زاكتيفيتي هذوما فهمت باش تعرف هيك الحاجه هيك كيفاش تتعدى باش تعرف هيك المعون هذا كيفاش كي تغسل كيفاش يدخل الستيريليزاسيون فهمتني دونك راهو يا اينو ميثودولوجي لوجيك معناتها اللي لازمنا نتبعها.